الله انا حامل واحد الله يا اكبر نزول سيل في الكيلو 60 اتجاه غارب الزعفرانة. سيل نازل شديد يا جماعة، خلي بالكم اللي طالع من غارب يخلي باله. اتجاه غارب الزعفرانة كيلو 60 بعد سيمطار مباشرة، السيل مبهدل الدنيا. السيل لسه نازل الساعة 7 الصبح بالظبط، خلي بالكم يا جماعة، ربنا يستر طريقكم زي ما انتم شايفين في الصور بالظبط كده.